نحن اساسا بعقار بجزيرة معدومة من اي مستلزمات الحياة، كهرباء بتعرف اليوم لما ما في كهرباء يعني ما في مي، يعني ما في مرضى عم تقدر تاخذ اكسجين، يعني ما في مرضى عم يعني مستشفيات ما في، يعني معدومة. فوق الغلاء الاقتصادي، فوق الوضع المادي والوضع المعيشي، الكهرباء حقنا كمواطن لبناني اللي كانت عم تيجي 6 ساعات رجعت 4 ساعات رجعت ساعتين، بطلوا يعطونا اياها هلا للاسف. للاسف انه ما عم يعطونا اياها بنوب، يعني بدنا حقنا بالكهرباء كمواطنين موجودين على الخريطه. هل اليوم رح يحول الكهرباء لمدينه عكار؟ وعدنا انه اليوم رح يعطي الكهرباء لمدينه عكار. كم ساعه تقريبا؟ قال بالعدل، بالعدل قلنا له ما في اي مشكله. بالعدل يعني حتتوسع على جميع المناطق؟ اكيد اكيد رح تتوسع على جميع المناطق. صدقتوه انتم؟ صدقتوه؟ نحن كل شيء بهالمنظومه ما منا نحن بدنا شيء ملموس على الارض. يعني اليوم انا اعطانا هو وعد، يا بيكون هو فعلا قد هيدي المسؤوليه وزلمه بكلمته، يا اما مع احترامي لانه زلمه يعني.